بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم مرة أخرى وبكل الأخوة الحاضرين والذين يلتحقون بنا، ونذهب اليوم للحديث عن الأخطاء الشائعة في البحوث والتحقيقات العلمية. وقبل أن نبدأ أشير إلى بعض النقاط أو بعض الأمور بالنسبة لهذه المذكرة التي بين أيديكم، كانت يعني مضبوطة ومنقحة، ولكن سبحان الله الفايل الذي أو الملف الذي كتبنا عليه أو كتبنا فيه هذه المذكرة تعرض لخلل، وذلك في اللحظات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة، فاضطررنا إلى الإعادة والكتابة من أول جديد، وأدى هذا إلى وجود بعض الملاحظات أو بعض الضبط الذي كان موجوداً فقدناه. ولذلك يعني كان هذا يعني حلاً لا بد منه، لأنه لم يكن هنالك ثمة وقت كبير حتى نستطيع إعادة الطباعة. الأمر الثاني، لابد أن نشكر جميع الأخوة الذين يعملون مداخلات أو لهم آراء، ونحن دائما نرحب بكل رأي سديد، والدين النصيحة، والحوار العلمي هو الذي يثري المعرفة. فلذلك دائما يعني من لديه أي ملاحظة أو أي رأي سديد يمكن أن يضيفه ونستفيد منه، فيمكن أن نتلاقى بعد هذه الندوة إن شاء الله، ونتدارس ونتطارح الأفكار، فلا ضير من ذلك، بل هذا ما نسعى إليه وما نؤكد عليه دائما وأبدا. الأمر الثالث الذي نود أن ننبه إليه، أن جميع المواد التي هي موجودة إما منقولة عن كتب، أو يعني صنعتها من عدة مراجع، أو مأخوذة من بعض المواقع العلمية الرصينة على الموجودة في الشبكة، وهنالك مواقع يعني محترمة وموثوقة. ولذلك يعني إن شاء الله ونرجو من الله أن نكون قدمنا مادة موثقة، وإذا قدر لهذا البحث أن نطبعه في المستقبل سيعاد توثيقه بشكل يعني إن شاء الله أفضل ويكون مناسبا للجميع. نذهب إلى الأخطاء الشائعة، وقبل أن نتحدث عن الأخطاء الشائعة أحب أن أؤكد أن لدي يعني مجموعة من البحوث المكتوبة يعني من والمأخوذة من بعض المصادر العلمية وبعض المجلات، ولكن لم نرد أن نذكر أسماء تلك البحوث ولا أسماء أصحابها، يعني خشية من أن يفسر بأن هذا يعني تشهير، ولذلك نكتفي بالإشارة المجملة. وإلا لو أحضرنا، طبعا لو كنا في ندوة علمية يعني في جامعة مثلا، أو نريد أن نناقش طلاب، كان لابد من عرض الأسماء، ولكن بما أنها ندوة عامة فنتكلم إن شاء الله بشكل عام، ولعل في هذا الكلام فائدة
من يهتم في مثل هذه الأمور. طبعاً في أخطاء كثيرة ترتكب في البحوث العلمية أو ملاحظات، وسنفرد اليوم وغدا من أجل هذه الملاحظات. طبعاً يوم غد في عندنا حوالي 80 ملاحظة إن شاء الله. هذه أنا رأيتها في بعض، يعني من خلال معايشتي للبحوث فكتبتها، سنعرض لها غدا. اليوم نحاول أن نعرض لبعض ما كتبه الباحثون، مثل ما كتبه الدكتور أحمد إبراهيم خضر في موقع الألوكة، وموقع علمي جيد وينشر فيه كثير من الباحثين بحوثهم أو شعرهم ونتاجهم الأدبي. وذلك يعني لمن يهتم باللغة والحديث والعلوم الإسلامية، أعتقد أن هذا الموقع موقع يعني موثق ورصين. يرى المهتمون بقضايا البحث العلمي والمناهج أن الأخطاء التي يقع فيها الباحثون قد يقع فيها الباحثون وتؤدي إلى رفض خططهم البحثية تعود إلى الآتي: أولاً، تصورات غير الصحيحة في أذهان الباحثين عن طبيعة وأهمية الخطة البحثية، وذلك على النحو التالي. إخواننا في العراق بيقولوا على النحو الآتي، لكن أنا أنزلت المقال يعني من الموقع، وهو والموقع يصحح، لكن في أشياء مثلاً مثل ما قلنا أمس طبيعة وأهمية الخطة البحثية، كان ينبغي أن يكون الكلام عن طبيعة الخطة البحثية وأهميتها. لكن بما أنني أنزل مقالاً حافظت على نفس الصيغة، أن الخطة طبعاً كثير من الباحثين يعتقد أن الخطة في البداية هي مجرد كلام حتى يثبت ويسجل الموضوع أو العنوان الذي اختاره، فلما يقدم أي خطة من دون دراسة ومن دون تحقيق علمي يفاجأ بعد ذلك برفض الموضوع، إما أن تكون الخطة غير موافقة للعنوان أو فضفاضة كبيرة جدا، أو هو لم يفهم هذا العنوان. دائما لما يكون هنالك بحث علمي ينبغي أن تكون الخطة مفصلة تماما على مقاس هذا العنوان من غير زيادة ولا نقصان. فأحيانا يأتي الطالب ويقدم مادة علمية في الخطة غير مدروسة غير دقيقة، يؤدي هذا إلى رفض الخطة، وإذا رفضت الخطة رفض معها الموضوع، لأن الموضوع ينبغي أن يكون أو العنوان ينبغي أن يكون متلائما مناسبا وموافقا للخطة التي هي مفصلة وفقه. أن الخطة لا تتطلب كما وافيا من المعرفة العلمية والدراسات السابقة، بل مجرد مختصر منهما، ولهذا فإن القليل منهما يمكن الباحث من إعداد الخطة. ينبغي الباحث قبل أن يعد الخطة أن يقرأ، وليس فقط يعني يقدم أفكار عامة يريد أن يناقشها وغير ذلك، بل ينبغي أن يتعمق ويقرأ في الموضوع مرة واثنين وثلاثة. كثير من الباحثين بعدما تعتمد أو بعدما يعتمد بحثه يلجأ إلى تعديل الخطة عندما يدرس سنة، لأن الدراسة في الماجستير أو الدكتوراه محدودة بوقت زمني، فإما أن يلجأ إلى التمديد إذا كان الوقت لم يكفه، أو يلجأ إلى تغيير الخطة واختصارها وحذف بعض الأبواب، وهذا كله يمكن الطالب أن
يتجنبه في البداية إذا كان قد عد الخطة إعدادا سليما. إن إعداد الخطة في وقت قصير يساعد الباحث في الانتهاء من رسالته في فترة زمنية قصيرة جدا، في فترة زمنية قصيرة يعني يريد أن يسرع في تسجيل الموضوع وينتهي بسرعة، لأن كثيرا من الباحثين يظن أن البحث هو فقط لنيل الشهادة وينسى أن البحث هو عملية علمية متقنة، وأن كثيرا من الناس ماتوا وما زال الناس يذكرونهم بأبحاثهم. فإذا أخلص الإنسان في بحثه لله سبحانه وتعالى وأراد العلم وأن يفيد نفسه أولا ثم من يأتي بعده من الناس، وأن يترك للناس علما ينتفع به، فينبغي له أن يعد ويتقن ولا يسرع في تقديم هذه الخطة، أو لا يكون شغله الشاغل الانتهاء من إعداد هذا البحث. لابد من أن تأخذ الأمور وقتها، ولابد من الصبر. طالب العلم الذي لا صبر له لا يستطيع أن يحصل تحصيلا جيدا. كثير من الأخطاء تعود إلى أن الباحث لا يعي مطلقا أهمية مرحلة ما قبل إعداد الخطة وأهمية أن يعدها تحت إشراف أستاذ متخصص. أيضا لابد من العودة إلى الأساتذة ولا شيوخ أهل العلم. يعني إذا أعددت أي خطة فإنني وقدمتها للأساتذة فإنني أكون قد خاطرت برفضها، ولكن لما أراجع بعض العلماء وبعض الباحثين ويبدون ملاحظات وعلي أن أخذها بصدر الرحب، لأن العالم عندما ينظر في الشيء يريد ارتقاء هذا البحث. يعني غالبا ما تكون النظرة موضوعية، وهذا ما نفترضه بأهل العلم وأهل الذكر. فنجد أن الباحث يقوم بإعداد الخطة بنفسه دون استشارة أستاذ متخصص في مجال مشكلة البحث. يعني أحيانا البحث يكون قد كتب فيه والكتاب قد حقق، ودائما البحث يعالج مشكلة. طبعا يأسفني أن أقول لكم أن هذه الورقات اللي عددناها هي من بعض الأساتذة الذين يكتبون في تخصص التربية، ولم أجد ممن كتبوا في تخصص العربية أو الإسلامية والتاريخ من أشار لمثل هذه الأمور. طبعا خلال عودتي للشبكة والبحث والتنقيب في هذا الموضوع، وهذا خطأ. يعني ينبغي أن نهتم بأن ندخل، لا شك أن هنالك دراسات وهنالك بحوث في هذا الموضوع، ينبغي أن نعممها وننشرها حتى يستفيد منها الناس. إذن لابد أن يقوم بأخذ رأي أساتذة متفرقين بصورة سريعة حتى من غير تخصصه، في قواعد عامة يشترك بها البحث العلمي، سواء كان هذا البحث يتعلق بعلم التاريخ أو اللغة العربية أو الشريعة أو أي موضوع من مواضيع الإنسانية والدراسات الإنسانية. ويحتج دائما بأنه استشار عدة أساتذة ووافقوه عليها، وإذا التزم أستاذا معينا فإن لقاءاته لا تزيد عن مرة أو مرتين وتكون عابرة أكثر منها عميقة. إذن العودة إلى الأستاذ والجلوس معه مرة ومرتين وثلاثة والتواصل والصبر، هذا يساعد الطالب ولكي ينجز عملا متقنا بوقت قصير. وأما إذا استثقل ذلك وذهب
بسرعة وقدم هذه الخطة ومرت الخطة على مجلس القسم ومجلس الكلية وسجلت واعتمدت، بعد ذلك يجد نفسه في ورطة، وكثير من الباحثين لا يستطيع أن يتم بحثه، إما لأن البحث كبير أو ليس لديه سابق تصورات عن هذا البحث، فتجده إما أن ينسحب أو يلغي هذا البحث أو يختار بحثا آخر أو يأخذ جزئية من البحث ويختص بها، وهذا كثير في الأقسام العلمية. ثالثا، أنه على الرغم من أن الكثير من الباحثين يواظبون على حضور السيمينار ويشاركون يعني حلقة النقاش ويشاركون في مناقشاته ويستمعون إلى ملاحظات الأساتذة على خطط الباحثين، فإنهم إما يقعون في نفس الأخطاء التي وقعوا فيها أو يفهمون هذه الملاحظات على العكس من المقصود منها. مثال ذلك أن أحد الباحثين قد فهم أن الفرق بين ما هو حديث وما هو معاصر بأن المعاصر هو ما كان مغلا في القدم. إذن فعلا في أحيانا يعني يلتبس على الطالب بعض المصطلحات بعض المعلومات، ولا يستحي الإنسان إذا التبس عليه شيء أن يسأل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن نجد أن بعض الباحثين يكتبون أشياء يعني واضحة الخطأ، ولولا الأساتذة والمشرفين والمناقشين، لولا هؤلاء أن الله سخرهم سبحانه وتعالى، ولولا لوجدنا كثير من البحوث التي تطبع أو تناقش أو هذا لا تصلح أن تقرأ. والعرب عرفوا فضل الأستاذ عندما قالوا: من علمني حرفا كنت له عبدا. فإن هذه الأخطاء بعضها في النحو، بعضها في التخريج، وبعضها في الحوار، وبعضها في التسلسل، وبعضها في الأسلوب، وبعضها، وهذه لا يستطيع الطالب أن يكتشفها من بنفسه، وإنما بمساعدة الأساتذة. وكثير من الطلبة يضيق صدره ويزخ عرقا عندما يناقشه الأساتذة، ولا يظن أن هذا الأستاذ الذي يسأله في أمور كثيرة أو يعاتبه أو يوجهه يظنه أنه يحمل حقدا أو ضغنا عليه، وهذا خطأ. فالأستاذ لا يريد من البحث إلا أن يكون في صورة كاملة، في صورة جميلة، وأن يكون بعيدا عن الخلل. وكثير من الطلبة يكتبون أشياء خاطئة مرات ويتشبثون بها تعصبا للرأي أو ظنا منه أن ما كتبه هو صواب وهو بعيد عن الصواب. رابعا، أن الخطط المرفوضة هي إما خطط رديئة أو مهلهلة. فإذا دائما ترفض الخطة، الخطة هي أساس البحث، ودائما الذي يتعلم منهجية في رسالته العلمية يستطيع أن يكتب فيما بعد بحوث صغيرة يسموها بحوث محكمة، ويطور نفسه شيئا فشيئا، وبعد ذلك يستطيع أن يكتب كتبا كبيرة، بعد ذلك يستطيع أن يكون محكما تدفع إليه الجامعات أو المؤسسات العلمية ببعض الكتب أو الدراسات، فلكي يعني يلقي لكي ينظر فيها ولكي يعطي ملاحظاته عليها، فيستطيع أن يكون مرجعا علميا كلما تقدم في العلم وفوق كل ذي علم عليم. مثلا هنالك أخطاء قبل إعداد الخطة، أن يتسرع الباحث في تحديد يوم العرض قبل أن يكون مستعدا لذلك، يريد أن يعرض هذه الخطة وهو لم يقرأ كثيرا أو لم
يستعد نفسياً. لابد أيضاً أن نعود الطالب على الإلقاء. وفي المدارس وفي الجامعات أغلبها نجد أسلوب التلقين وأسلوب الحوار قلما يستخدم، ولا نريد أن نناقش أسباب هذا. فأسلوب التلقين يجعل الطالب يخاف عندما يريد أن يلقي خطبة أو بحثا أو كلمة في مجمع عام، في مناسبة عامة. فلا بد من أن نشجع الطالب، أو أن يجلس الطالب مع نفسه، يجلس منفردا أو مع بعض أصدقائه ويلقي عليهم هذه الخطة قبل أن يتكلم أمام الأساتذة والباحثين. ألا يهتم الباحث بشكل الورقة المقدمة ويعتبرها مجرد وريقات تخلو من أبسط قواعد الكتابة العلمية الصحيحة، خاصة من ناحية الشكل، ممثلاً في حجم الخط ونوع البنط، يعني نوع الخط وسمك الخط وترقيم الصفحات، بالإضافة إلى أن الخطة تكون باهتة التصوير، صعبة القراءة، مليئة بالأخطاء المطبعية والنحوية، سيئة التجليد، مما يعطي انطباعاً للجنة بأن الباحث غير مكترث أو أنه لا يحترم من يقدم إليهم هذه الخطة. وهذا خطأ. يعني ينبغي ماذا؟ ينبغي على الباحث أن يكون قد استعد وأعد الخطة وقرأها بنفسه، ولا يقدم أي شيء. يعني مرات عندما يأتي طالب ويقدم بحث بصورة مهلهلة، بصورة قبيحة، قد يكون فيه معلومات جيدة، لكن الأستاذ لا ينظر في هذا البحث. ينبغي دائماً أن يكون هذا البحث مقدم بصورة جيدة، شكلاً ومضموناً، شكلاً ومضموناً. كما أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ولباسه حسن، عليه أن تكون بحوثه حسنة أيضاً. أيضاً ألا يهتم الباحث عدم اهتمام الباحث في الاستعانة بطرق عرض. يعني يمكن الباحث الآن يستخدم العرض، الباور بوينت، يستخدم أي شيء يراه يعني نافع أو مفيد من أجل أن يوضح للمشاهدين، يوضح للأساتذة، يوضح لزملائه ما يريد أن يفعله في البحث. ألا يحرص الباحث بنفسه عند تحديد يوم عرض خطته البحثية على إعداد المكان. أيضاً ينبغي الباحث قبل أن يعد الخطة أو قبل أن يتكلم أن يأتي ويزور المكان الذي سوف يلقي أو يطرح هذه الخطة، يزور مكان العرض أو القاعة. أما أن يأتي وهو لا يدري عن هذه القاعة ولا مكانها مثل الضيوف وكأنه ضيف، هذا لا ينبغي. أن لا يكون قد درب نفسه على عرض الخطة أمام لجنة السيمينار فيكون متوتراً غير واثق من نفسه، وأن يغضب من الملاحظات أو التعليقات. هذه أسوأ مشكلة، إذا غضب من الملاحظات والتعليقات فلا يستحق أن يكون باحثاً. ينبغي أن يكون يعني واسع النفس. سامحوني، أنا أحس أني عندي سكر، لا أدري هل القاعة حارة أم أنا أشعر بالحرارة. لا أخذ يعني حاجة، جزاكم الله خير. فالمهم ينبغي للباحث أن يلجأ يعني أن يعد القاعة وأن يأتي ويعرف ماذا سيقول في هذه القاعة إلى غير ذلك. أن يلجأ للقراءة الحرفية، وهذه القراءة الحرفية تقتل البحث وتقتل العلم.
فلذلك يعني عندما الإنسان يضع أوراق لا ينبغي له أن يقرأ حرفيا، هذه الأوراق ليست مقدسة، ولكن ينبغي له أن يتعاطى مع من هم أمامه ويتكلم معهم وجها لوجه، ويحاول أن ينظر ويستعين بهذه الأوراق لتكون مساعدة وليست فقط يعني وليست هي برنامجه الأساسي. فيجلس ويقرأ، يستطيع الجالسون أن يقرأوا هذه الأوراق لوحدهم في بيتهم. طيب، أخطاء بعد كتابة الخطة. طبعا في خطأ تسرع الباحث في كتابة الخطة، مثلا اختار فكرة طرأت على باله فسرعان ما يأتي ويدون هذه الفكرة، ويعني يبدأ على أساس هذه الفكرة يصنع خطته. لابد صناعة الخطة من العودة للمصادر الأساسية الثانوية، القراءة منها إلى آخره، حتى يستطيع أن يقدم خطة بشكل جيد. خطأ في اختيار العنوان، أحياناً بعض العناوين طويلة وهذا غير جيد، يعني عنوان أكثر من 15 كلمة هذا غير جيد. نحن نجد أن الكتب التي تروج في التاريخ أغلبها عناوينها بسيطة، الكتاب لسيبوية، الكتاب شوف يعني رجل ذكي اختار كلمة واحدة أو كلمتين ثلاثة، أحياء علوم الدين، أحياء علوم الدين 3 كلمات يشتهر الكتاب. لكن لما نجد عنوان طويل، كتاب الكشاف للزمخشري عنوانه طويل 3 أسطر، الكشاف عن عيون الأقاويل في حقائق التنزيل، لكن أخذ الناس أول كلمة وتركوا باقي العنوان. ينبغي أن يكون العنوان قصيرا قدر الإمكان ولا يتجاوز 15 كلمة، هذا في البحوث التربوية، لكن في البحوث العربية يعني 5 كلمات 7 كلمات كفاية وزيادة. خطأ الخلط بين أهداف البحث وأهميته، أهمية البحث غير أهداف البحث، أهميته يعني لما مثلا واحد يناقش موضوع أو ظاهرة في أهمية لهذا البحث، الأهمية تقتضي كذا كذا كذا، إنما الأهداف التي يعني الأهمية هي الأسباب اللي جعلتني أهتم بهذا البحث، لكن الأهداف ما هي الأشياء التي سأتوصل إليها من خلال هذا البحث. طبعا في خلط كتير بين عند كثير من الباحثين. أخطاء في تحديد وصياغة المشكلة البحثية أيضا، يعني أحيانا الطالب لا يعرف المشكلة هذا البحث وماذا سيؤدي من وراء بحثه وماذا سيستفيد الناس وإلى آخره، فهذا يعني كله بسبب عدم إعداده للخطة بشكل جيد وتسرعي في كتابتها. خطأ في كتابة المقدمة، قد يكتب الباحث مقدمة طويلة ذات عمومية شديدة يستخدم فيها لغة فضفاضة بعيدة عن الأسلوب العلمي الدقيق والمحدد، يعني نحن نسميه إنشاء، الإنشاء في العلم لا غير مقبول. يعني أحيانا نجد بعض الباحثين يكتب صفحات ولكن لا طائلة ولا فائدة من هذه الصفحات، تلخص بكلمات. الإنشاء شيء، الإنشاء مفيد في كتابة القصة، في الشعر يعني يكون عنده خيال وعنده أشياء يتكلم بها كثيرة ويرتبها وينظمها، هذا مفيد بفنون الأدب، لكن في العلم لا، ينبغي تحديد الأفكار وأن يكون الكلام
يعني مقاسا بالمصدر هكذا. لذلك تجد أن بعض البحوث يقولون 2000 كلمة أو 3000 كلمة. طبعا قديما ما كان يعدوا الكلمات، نحن عندنا الآن الحاسب الآلي يعد الكلمات، فدائما الاختصار الاختصار. أحيانا يكتب مقدمة شديدة الاختصار لا يوضح، يعني الاختصار ينبغي أن لا يكون مخلا أيضا، لا تمكن القارئ من فهم أبعاد المشكلة، كما لا يعرض هذه المشكلة بطريقة منطقية يستطيع بها توضيح دوافع ومبررات البحث. أخطاء في عرض الدراسات السابقة، هذه مهمة جدا الدراسات السابقة. وأحيانا يعني كتاب مثلا يكون مكتوبا في موضوع وكتب قبله في نفس هذا الموضوع، فإما يتجاهل هذه الدراسات أو بعضها عن عمد أو لا يعرفها، وفي الحالتين مشكلة. إذا كان تجاهل عن عمد فتلك مصيبة، وإذا كان لا يعرفها فقد يعني خسر أشياء ومادة علمية ممكن تكون رافدة له في كتابة بحثه. فإذا دائما الدراسات السابقة ضرورية. وأيضا من الأشياء التي نقع بها في بحوثنا أن الموضوع الواحد يكتب فيه أكثر من شخص، ولا شك لا مشكلة إذا كان المنهج مختلف. المشكلة إذا كان أحد الباحثين أخذ من الأول ولم يشر، وتجاهل الباحث الأول، أخذ ما عنده من مادة أو أخذ ما عنده من أفكار ثم نسبها لنفسه. وقد رأيت مرة معركة علمية في صفحات إحدى الجرائد بين باحثين، يتهم الأول الثاني بأنه سرق له بحوثه، والثاني يرد عليه، وكان يعني حالة مزرية في بينهما مع أنهما كانا صديقين، وانقلبت الصداقة وعداوة بسبب السرقات العلمية. أيضا في الدراسات السابقة أو يعني أحيانا يأتي رجل ويحقق كتاب، ورح أقول لكم كتاب مثلا البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ، 3 حققوا، 3 تحقيقات له، وكل واحد يدعي أن تحقيقه هو الأفضل يعني مثلا. فهذه مشكلة. نحن نقول لما نرجع إلى التراث، كتاب مصابيح السنة البغوي حوالي 40، وكتاب مشكات المصابيح اللي جاء بعده للخطيب تبريزي حوالي 40 شرح لهما، المطبوع منهم حوالي 2 أو 3، 37 شرح غير مطبوعة. فلماذا لا يتجه الباحثون إلى طباعة ما هو غير مطبوع وغير محقق، ودراسة ما هو غير محقق، بدل من أن نأتي لكتاب مجرد أن هذا كتاب للجاحظ، والجاحظ مشهور والناس تتهافت على كتبه من عصره، كان كتبه تباع بعرفات وينادى عليها بعرفات لما كان جاحظ حي، تحمل كتبه من بغداد إلى عرفات وتباع هناك للحجاج. فإذا كون الجاحظ له كتاب ويأتي هذا وهذا وهذا يريد أن يحقق فقط من أجل أن ينشر كتابا للجاحظ، أن الجاحظ له أهمية علمية رحمه الله، ولكن هناك كتب كثيرة يمكن أن تحقق، فينبغي أن لا نضيع وقتنا وجهودنا في التكرار. هذا التكرار يعني إذا أنفق على كتب أخرى، على بحوث أخرى، يكون أجدى وأنفع للقراء وللعلم. أخطاء في تحديد المفاهيم، دائما أنا عندي أي علم في مصطلحات، ولذلك ينبغي أن أحدد ماذا أريد بهذه الكلمة، ماذا أريد بهذه الكلمة، ولا
أكتب فقط دون تحديد الاصطلاحات أو المصطلحات، تحديدها جدا مهم قبل بدء الكتابة في أي بحث. المصادر، بعض الكتاب يكثر من التعريفات العلمية بدون داعي. نعم هذا موجود، وكثير من الناس عندهم حشو كثير في بحوثهم، فنجد واحد مثلا إذا أراد يتكلم عن الحداثة أو في شعر الحداثة في شعر فلان، ويبدأ ويتكلم في الحداثة وتاريخ الحداثة ومن كتبوا فيه أو غير ذلك، هذا كله معروف للناس وخروج عن الموضوع، ينبغي الاختصار قدر الإمكان. النقول كثيرة غير جيدة، أحيانا يجتهد بعض الباحثين أن ينقل من هنا وهنا وهنا وهنا، ثم يأتي في الأخير ويحشد 200 مرجع 300 مرجع. والله إن كتاب فيه يعني 50 مرجع قد يكون فيه فائدة وإبداع وجدة وأفكار يعني لم يسبق إليها، أفضل من كتاب فيه 300 مرجع ولكن ليس فيه أي فكرة جديدة. إذن ليس القضية أن نحشد كثرة المراجع، يعني بعض الباحثين يأتي ويأتي في شرح المفردات، مرة يشرح المفردة من الصحاح للجواري، مرة من لسان العرب، مرة من المنجد، مرة من القاموس المحيط، تروح بعدين في الآخر تجد سرد لك كل المعاجم هي عادة إليها. ما الفائدة؟ خلينا نقول ليش رجعت إلى لسان العرب هنا ولم ترجع إلى القاموس المحيط؟ هل وجدت فيه زيادة يعني أم فقط للإكثار من المراجع؟ بعضهم يأتي في الحديث صحيح يكتب 3 صفحات، روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق ومدري مين بيذكروا. طيب خلاص أنت كباحث لست متخصصا بالحديث، تكتفي بالصحاح 6 وجزاك الله خير، أو بالصحيحين. المهم التوثيق، قيمة بحثك ليس في كثرة الهوامش والحواشي التي تكتبها، وإنما بما فيه من أفكار، من إثارة، من تجديد، من القضية التي تعالجها أصلا أنت بشكل جوهري. ما هي هذه القضية؟ ما هي الإضافة التي أتيت بها في بحثك؟ وأسف إذا يعني تحدثنا بالإضافة سنجد أو بالتجديد، سنجد أن التكرار والاجترار والتلخيص كثر في هذا الزمان. يعني يأتي واحد إلى كتاب مشهور ويلخصه ويدفع به للمطابع والناس تتلقف هذا الكتاب وتترك الكتاب الأصلي. الجاحظ رحمه الله مرة بلغه أن رجلا كما يروي ياقوت الحموي هذه القصة، أن رجلا اختصر له كتابه، فقال له كان لكتابي يدين قطعتهما قطع الله يديك، كان لكتابي أذنان فصلمتهما صلم الله أذنيك، كان لكتابي ما هذا. حتى طلع الرجل يعني مجموعة من العاهات من شدة ما دعا إليه ما دعا عليه. فإذا الاختصار وغير ذلك، هذه طبعا الإمام ابن خلدون رحمه الله أشار أن المؤلف إذا أراد أن يؤلف يمكن أن يشرح يمكن أن يختصر، لكن هذا الاختصار قد يكون مطلوبا في بعض الكتب لكن ليس في كل الكتب، ولا ينبغي أن يكون ديدا الباحثين فقط أن يختصروا ما قاله أسلافهم. أخطاء في التساؤلات والفرضيات، في فرضيات البحث أحيانا تبدأ التساؤلات بهل، وهل الجواب إما نعم أو لا، فإذا لا ينبغي أن يكون
السؤال بهل، هل جوابها اما نعم او لا. وانت لما تطرح فرضيه او كذا عندنا ادوات الاستفهام كثيره، ومنها الهمزه طبعا التي يراد بها التصور. ان تكون التساؤلات مركبه، مثلا الى اي مدى، يعني ليست تساؤلات بسيطه او سهله، تساؤلات عن عمق دائما البحث ينبغي ان يكون فيه مثل هذه التساؤلات. اخطاء في وضع الفرضيات الخلط، طبعا هذه اغلبها في البحوث التربويه، نذهب الى رقم 10، اخطاء في منهج او منهج البحث وادواته. هذه قضيه، الاخطاء في المنهج والمنهج البحث، يعني قضيه يعني شائعه جدا. مثلا كثير من الناس لما يكتب منهج البحث يكتب الخطه في الرساله، يظن ان الخطه هي المنهج. وانا قرات رسائل كثيره اجد المنهج او الخطه، او بعضهم يكتب الخطه ولا يكتب المنهج. الخطه هي الفهرس تبع البحث، فهذا البحث في ثلاثة أبواب، كل باب ثلاثة فصول، كل فصل مبحثين أو ثلاثة، وهذه العناوين، وهذا هذه الخطة، هذه غير المنهج. المنهج هي الطريقة التي سيعالج فيها المادة العلمية، وبعد ما يجمع المادة العلمية كيف سيصنفها، كيف سيدرسها، كيف سيناقشها. مثلا هل لما يكون في منهج تاريخي، في منهج وصفي، في منهج تحليلي، في منهج نقدي، إذا كان يعني مثلا يدرس بحثا له علاقة في التاريخ والروايات، فيعتمد منهج النقدي، نقد هذه الروايات، كما لو كان يتحدث عن مصادر الشعر الجاهلي. فإذا لابد يحدد المنهج الذي سيدرس، وأحيانا يحتاج أكثر من منهج في البحث، لا يوجد بحث له منهج واحد، بل قد تختلط المناهج، يحتاج أكثر من منهج في بحثه. وأحيانا ينبغي أن يكون له حاسة فنية وذوق في اختيار الآراء وفي تفضيل بعضها على بعض، وأيضا ينبغي أن يكون له شخصية واضحة، ليس مجرد ناقل. ماذا قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قالوا قلنا. وذلك كثيرين، وجدنا كثيرين من الناس أو من العلماء يأخذون عليه كثرة النقول، وهو يناقش الحقيقة، هو محقق في، ولكن أحيانا يكتب هذه النقول ولا يناقشها، ويكتب بعض الشبهات ولا يناقشها، وهذا ما أخذه عليه بعض العلماء في التفسير. ولذلك كثرة هذه النقول ليست جيدة إذا لم نناقش ما ننقل، ولم نبين لماذا قدمنا هذا الرأي على هذا. لو نحن الآن نتكلم في اللغة، الشعراء المعاصرون، أنا درست عن بعض الشعراء المعاصرين، ومنهم أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، والبارودي وغيره. في الحقيقة لما نرجع للبارودي رحمه الله، عمل كتاب سماه مختارات البارودي، هذه المختارات لثلاثين شاعر من خيرة الشعراء العرب من العصر الأموي والعباسي، ابتدأ ببشار بن برد وانتهى بالشاعر ابن عنين. طبعا لما نأتي إلى الشعر المعاصر، في هذه المختارات حوالي 43 ألف بيت شعر
أو 42,000 لا أذكر الآن. هذه المختارات معظم شعرائنا العرب الذين نبغوا درسوا هذه المختارات، ومعظم الصور الجميلة الموجودة في الشعر المعاصر مأخوذة من المختارات التي ذكرها البارودي. ولذلك أحيانا يفتتن الناس ببيت شعر لشاعر معاصر، وهذا البيت تجد مثله عند أبي تمام أو البحتري أو غيرهما أو المتنبي. ولذلك يعني لا تظنوا أن كثيرا من هذه الصور الجميلة، وأنا لا أريد الآن أن أذكر أمثلة وعندي أمثلة كثيرة من الشعر المعاصر التي لو أرجعنا نجد أن الشعر القديم كان أجمل وأفضل من هذا الشعر المعاصر. لماذا؟ لأن الإبداع كان هناك، نحن إبداعنا الحقيقي في العصر العباسي، إبداعنا الثقافي واللغوي بحد ذاته كان في قمته في العصر العباسي، وهذا ما جعل المستشرق آدم متز أن يكتب كتابه دراسات في الحضارة الإسلامية أو عصر النهضة في الإسلام عن العصر العباسي. هذه الحضارة في العصر العباسي تفوق العرب في شتى العلوم ومنها الشعر والأدب. ولذلك لما يأتي شاعر ويظن نفسه أنه يكتب أفضل من القدامى وأنه أحسن من القدامى أو فيكون، وإذا جاء النقاد وقالوا والله ما تقوله صواب وهذا هو الصواب وأنت أبدعت وسبقت القدماء، هذا كله يكون كلام غير دقيق وأحكام غير دقيقة. ولو رجعنا سنجد أن الصور الجميلة عند معظم الشعراء المعاصرين هي مقتبسة من أولئك. لذلك أنا كنت مرة يعني أقرأ لنزار قباني مقابلة، فقال من جملة ما قاله، قال المتنبي سيدنا جميعا، يعني في حوار، وأعجبتني هذه الكلمة، لأن كثير من الناس اليوم لم يكتب أو لم يتدرب بشكل جيد في الشعر، أو ربما يكتب شعرا بلا وزن ولا قافية وغير ذلك، ويظن نفسه أنه أشعر من امرأ القيس أو من المتنبي، وهذا غير صحيح وغير مسلم به أبدا. وما قلنا عن الشعر ينطبق على بقية العلوم وعلى اللغة. إذن أخطاء عندنا في استخدام وتوثيق المراجع، يعني بعض المراجع أحيانا يأتي الكاتب ويعتمد على مراجع غير محققة، وأحيانا يكتب اسم المرجع ولا يكتب اسم المؤلف، وأحيانا يكتب اسم المؤلف واسم المرجع لا يكتب اسم دار النشر، وأحيانا يكتب رقم الصفحة والجزء وينسى رقم الطبعة، وأحيانا يكرر البيانات في كل صفحة، وهذا شيء مقزز أن تكرر البيانات في كل صفحة، مثلا الكتاب الفلاني للمؤلف الفلاني صفحة كذا دار الرسالة بيروت مدريش، يكرر 20 مرة، لو كل صفحة عنده مرجع مرجعين يكرر البيانات تشوف حواشي في الرسالة وكلها لا فائدة فيها. اكتفى أول مرة بذكر البيانات، وطوال ما أنه في فهرس للمصادر لا حاجة لأن يذكر البيانات كلها، إذا كان يعتمد طبعة واحدة مثلا معجم الأدباء لياقوت الحموي طبعة دار المأمون مثلا، حتى ما في داعي يكتب طبعة دار المأمون، يكتبها بالفهرس. إثقال الحواشي وتضخيمها يظن كثير من الباحثين أنه فعل خيرا، وهذه الأشياء التي يكتبها لا فائدة فيها لأنها مكتوبة في الفهرس، إلا إذا اعتمد أكثر من طبعة، مثلا في كتب مطبوعة مرة واثنين وثلاثة بينها اختلاف محققين، يمكن أن يشير في الحواشي لهذا ثم يذكر الطبعتين في الخاتمة،
أو في فهرس المراجع، لكن أنه يأتي كل مرة يذكر بيانات ويضخم هذه الرسالة في ذكر هذه البيانات، فهذا يعني تكرار وإثقال ولا فائدة فيه. أيضا كنت ذكرت أن في كتابة المقدمة بعضهم يستخدم خط كبير، يتلاعبون الآن بحجم الخطوط وغير ذلك حتى يعني يظهر رسالة أنها كبيرة وغير ذلك. هذا عند أهل العلم ما له قيمة، كما قال المتنبي: أعيذها نظراتي منك صادقة أن تحسب الشحمة في من شحمه ورمه. هذا ورم لا فائدة فيه التضخم. القيمة في الأول والأخير في المعلومات وليس في الحجم. أيضا عندنا أخطاء في إغفال وضع تصور لأبواب وفصول الرسالة. مثلا طبعا مذكورة أمثلة كثير من 1 إلى 10، نذكر أحيانا يأتي باحث ويضع الرسالة 3 أبواب، باب 70 صفحة، باب 300 صفحة، باب 100. ينبغي يكون في توازن بين الأبواب. هل باب 170 ممكن أجمعهم مع بعض أخلي الرسالة بابين؟ لازم يكون في تناسب بين الأجزاء الأبواب قدر الإمكان. نحن نقول نستخدم مسطرة في كتابة الرسائل، ولكن لا بد من تناسب إلى حد ما، ليس بشكل كامل لا، ولكن لا حد ما تناسب بين الأبواب والفصول. أحيانا يأتي باحث ويعمل رسالة يعني الباب الأول 3 فصول، الباب الثاني فصلين مثلا، لكن كل فصل 10 صفحات أو 15 صفحة، هناك الفصل 100 صفحة. هذا كله نتيجة خلل في وضع الخطة وخلل في استخدام المراجع وخلل في الرؤية البحثية كلها. أخطاء نذهب إلى بحث آخر كتبه أحد الفضلاء، مثلا أخطاء في مجال البحث العلمي، هو جعلها 3 أنواع، أرجو نضع همزة على أنواع: أخطاء بموضوع البحث تتعلق موضوع البحث، وأخطاء تتعلق بشكل البحث، وأخطاء تتعلق في منهجية البحث. طبعا الموضوع البحث يعني مثلا عدم الترتيب المنطقي لأجزاء البحث، يعني يأتي مرات في يعني أشياء ينبغي أن تقدم على أشياء. مثلا عندما نأتي بعرض الآراء ينبغي دائما، مثلا قال عبد القادر الجرجاني، أجي بعدين قال الجاحظ. طيب الجاحظ توفي 255، عبد القادر 471، لازم أقدم الجاحظ، أقدم الأقدم ثم الأحدث، وليس هكذا يعني. وأيضا الله أكبر الله أكبر، أحيانا تجد بحثا ليس فيه خاتمة ولا توصيات، ما هذا البحث؟ أحيانا يأتي واحد يكتب تأملات في مثلا قصيدة فلان، طيب ماذا خرجت من التأملات؟ أو تأملات في السورة الفلانية يدرسها، وين الخاتمة؟ ماذا وصل؟ لا يعطيك خاتمة ولا نتائج. ربما هذا في العصور القديمة مقبول، كان مقبولا حيث القارئ يقرأ ويفهم ماذا يريد المؤلف، لكن القارئ اليوم هو قارئ مستعجل يريد نتائج، قد لا يقرأ الكتاب، يريد النتائج التي توصلت إليها. فينبغي أن تفرد صفحات
للخاتمة وللنتائج وللتوصيات التي يستطيع الباحث أن ينتزعها من بحثه. أيضا الأخطاء المنهجية كثيرة جدا في البحث، يعني الأخطاء المنهجية، كيف، ما هو المنهج الذي سيستخدمه الباحث سواء كان باحثا أو محققا. في التحقيق نجد مثلا في نسخة، يعني نسخة يسموها النسخة الأم التي كتبها المؤلف بيده، إذا لم نجدها فالنسخة التي سمعها المؤلف، يأتي أحد تلاميذه يقول أنا نقلتها من كتاب المؤلف وأسمعته إياها وأخذت إجازي عليها، إذا لم نجدها نأخذ النسخة القديمة، أقدم نسخة إلى عصر المؤلف. إذا لم نجدها وجدنا عدد من النسخ حديثة وقديمة، لكن الحديثة أو التي يعني متأخرة عليها خط الإمام، إمام من الأئمة وعالم من العلماء، فهذه تقدم على النسخة القديمة إذا كانت مجهولة. يعني ممكن كان كتاب ما كان في مطابع، فالكتاب كانوا يستأجرون ويكتبون وينسخون، فإذا إذا عندي نسخة مجهولة المصدر، مجهولة الكاتب وإن كانت كاملة، ونسخة أخرى موثقة بيد أحد العلماء أو مقروءة عليه فأقدمها. إذا كان نسخة ناقصة، متى نأخذ النسخة الناقصة؟ متى نعتد بها؟ نسخة كثيرة الأخطاء، هل يجب على المؤلف أو على المحقق أن يصحح في المتن؟ أبد. أنا عندي بحث لأحد العلماء الكبار في الوطن العربي، وبحث كبير عن الأسس الجمالية في النقد العربي، ينقل نصا عن الإمام الغزالي من إحياء علوم الدين، يقول في هذا النص الإمام الغزالي: فماذا إذا لم يكن الحسن إلا في الصورة؟ هو يقسم الجمال الغزالي إلى جمال ظاهر وباطن وكذا. يبدو المؤلف رجع إلى نسخة ما فيها إلا من نسخ إحياء علوم الدين، فماذا إذا لم يكن الجمال في الصورة؟ واستنتج أن الجمال عند العرب والدراسات كلها تهتم بالشكل وغير ذلك، ومع أنه الجمال هو شكل ومضمون وإلى آخره. فكلمة إلا جعلته يحكم حكما فيه حيث لما سقطت عنده. أنا أعذر هذا الكاتب، لأن كتاب مثل مثلا إحياء علوم الدين لم يحقق، لا ندري من المصادر التي يعني جاء منها، قبل 30-40 سنة كان مقبول، لكن الآن في جامعات كذا وفي نسخ أصلية ينبغي يحقق. ومثل كتب اللغة وكتب البحث العلمي، لسان العرب مثلا مطبوع من زمان، لكن ينبغي يعاد طبعه ويحقق على نسخ أصلية، لأن نحن أمامنا مشوار كبير جدا، إعادة إنتاج هذا التراث وتحقيقه مرة أخرى حتى نتخلص من الأخطاء أو من بعض الملاحظات الموجودة. جزى الله أسلافنا خيرا على ما فعلوا، الذين طبعوا في القديم أو في عصر النهضة، أرخ لهم أستاذنا الدكتور محمود طناحي رحمه الله في تاريخ نشر التراث العربي، عنده كتاب في هذا الموضوع في العصر الحديث، أرخ لهم، بذلوا ما عليهم فلنبذل ما علينا ولا نتكئ على ما فعلوا. في شاعر جاهلي اسمه المتوكل الليثي ماذا قال؟ قال: نبني كما كانت لسنا وإن كرمت أوائلنا، يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. فلما جاء الناصر قلاوون بنى مدرسة في القاهرة، قام له أحد الشعراء نسيت اسمه الآن، فأخذ نفس البيتين لكن عدل فيهم، قال: نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل فوق ما فعلوا مش مثل ما فعلوا.
الحافظ ابن عبد البر يقول: لا تقل كم تر ما ترك الأول الآخر شيئا، ما في أضر على طالب العلم من هذه الكلمة. كم ترك الأول للآخر، كم ترك إيش الأول للآخر. فإذا هذا التراث الذي وصلنا من أبائنا وأجدادنا رحمهم الله وغفر لهم وتاب علينا وعليهم، تراث علمي عظيم ينبغي أن نأخذ به ونعيد تحقيقه ونعتمد عليه، ونعتمد البحث العلمي بعيدا عن التعصب، بعيد والبحث العلمي الجماعي إذا كان، والاجتهاد الجماعي في اللغة وغير ذلك من العلوم هو شيء جيد حتى نواكب العصر والنهضة العلمية التي يعيشها العالم ونحن جزء من هذا العالم. إذا لم نكن يعني في المقدمة فلنكن مثل الآخرين. ورحم الله أبو فراس الحمداني: ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. إن شاء الله يكون لنا الصدر أو مع آخرين نشاركهم في الصدارة العلمية. وأفتح الآن باب الحوار لأساتذة الفضلاء الموجودين، أي أستاذ أي باحث يريد أن يدلي ببعض آرائي، فأهلا وسهلا ومرحبا.